السلام عليكم، اهلا وسهلا والف مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بالف الف صحه وعافيه. كيف اخباركم واموركم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا لنا فتره ما نزلنا فيديو، لكن احنا الحمد لله بخير وما عندنا اي عوجه، ونتمنى انه كلكم تكونوا بخير يا رب. فالليله حبيت اشارككم وصفه جميله جدا جدا، سريعه ولذيذه من وصفاتنا السودانيه. وبالاخص الليله حبيت اشارككم وصفه مديتة الحلبة السودانيه. ومديتة الحلبة محبوبه جدا جدا عندنا كسودانيين، وقد يكون بعض الناس بيعملوها بطرق مختلفة، وأنا ذاتي بعرف لي كذا طريقة، لكن حبيت أشارككم الطريقة دي بالذات لأنها سهلة وكل المكونات قد تكون متوفرة في كل بيت للناس اللي بتحب إنه تعمل مديتة الحلبة. فحبيت أشارككم الوصفة دي، وإن شاء الله حتجربوا الطريقة دي وإن شاء الله حتعجبكم. فيلا بينا خطوة خطوة نشوف كيف ممكن نعمل مديتة الحلبة السودانية في البيت، وإن شاء الله حتجربوا الطريقة دي وإن شاء الله حتعجبكم. الليلة حبيت أشارككم الطريقة اللي ممكن تكون سهلة للكل، وبرضو في مكونات أساسية بنضيفها في مديتة الحلبة، وعشان كده حبيت أشارككم الطريقة دي برضو لأنه في مكون أساسي برضو بنضيفه في مديتة الحلبة. لكن إذا ما عندكم المكون ده برضو ممكن تعملوا مديتة الحلبة وبتطلع عليكم جميلة ولذيذة وزي ما بنعرفها. في طريقة ممكن نعملها بس يعني بناكلها بالملعقة، وفي طريقة ممكن نعملها مثلا ممكن يشربوها شراب. اللي بتتشرب دي بيعملوها معظم الأوقات لمثلا النفسة، بيعملوا لها مديتة الحلبة السائلة شوية عشان ما تشربها. لكن كالعادة بنعمل الطريقة دي اللي هشرح عليكم هسي، وبناكلها بالملعقة. وكل ناس يعني بيحبوا مديتة الحلبة في أوقات مختلفة ولا حسب يعني رغبتهم. نحن في بيتنا بنحبها مثلا في العصريات كده ولا في العشاء وكده. فزي ما شايفين يا هذه المكونات، فهنا عندنا 3 كبايات من اللبن، وهنا عندنا ملعقة ونص كبيرة من السمن البلدي، يا ممكن تستخدموا الزبدة برضو ما فرقت، لكن هنا عندي ملعقة ونص من السمن البلدي، وهنا عندي ملعقة كبيرة من الحلبة. وكالعادة بنستخدم الحلبة الحب هنا، لكن لما نعمل مديتة الحلبة للنفسة مثلا بنستخدم الحلبة البودرة. لكن ليه ممكن يعني ممكن نستخدم الحلبة البودرة حتى في المديدة حسي لما نعملها، لكن شنو ما ممكن نستخدم نفس الكمية، لأنه الحلبة لما تكون بودرة بتكون فيها مرارة شوية، يعني بتكون مرة شوية بعدين في المديدة، فعشان كده أحسن نستخدم الحب. يا كمان لو دايرين نستخدم البودرة نستخدم مثلا نص الكمية، يعني حس هنا عندي ملعقة كبيرة من الحلبة الحب، لكن إذا عاوزين نستخدم البودرة لازم نستخدم زي نص ملعقة كبيرة من البودرة حق الحلبة. لكن كالعادة للنفساء بنعمل لها مثلا بالبودرة. وهنا عندنا زي ملعقة كبيرة من الكاستر، برضو ممكن نستخدم الكاستر، لكن في بعض الأحيان برضو ما ضروري نستخدم الكاستر. فأنا هنا عندي ملعقة كبيرة من الكاستر، وهنا عندي 3 ملاعق كبيرة من لبن البودرة، ممكن ملعقتين بس، لكن هنا عندي 3 ملاعق كبيرة من لبن البودرة، وهنا عندي ملعقتين كبار من الدقيق، ممكن 3 ملاعق لكن ملعقتين برضو بتكفي. هنا عندي ملعقتين كبار من الدقيق الأسترالي، الدقيق الأبيض، وهنا عندي نص كوباية من السكر، لكن على حسب رغبتكم، ممكن يعني الناس اللي ما عاوزين سكر كتير ممكن يعني تقلل السكر على حسب الرغبة، برضو ما فرقت كتير. وهنا عندنا زي ملعقة صغيرة من الملح. هنا عندنا 2 كوباية موية عشان بعدين نضيفهم للحلبة. وبرضو زي ما قلت لكم في مكون أساسي كالعادة بنضيفه في مديتة الحلبة، والمكون ده هو الأطرون. ففي بعض الناس ممكن يعني ما تلاقي الأطرون، أنا هنا في أستراليا في ملبن، فعادي ممكن الناس اللي هنا بيلقوا الأطرون في محلات المنتجات السودانية، لكن للناس الخارج السودان ولا ما لاقين الأطرون ما ضروري، فياخذ يعني المكون اللي بنستخدمه. لكن الأطرون زي ما شايفين هنا زي الحجار وزي الرملة، نحن ما بنستخدم الأطرون بنفس الأسلوب، لازم ندوب الأطرون، فبنستخدم المادة اللي في الأطرون، فبنضيف للأطرون موية وبعديها بنستخدم موية الأطرون. هنا زي ما شايفين عندي الأطرون، فكالعادة أنا بحب إنه أضيف الأطرون هنا في العلبة وأضيف للأطرون موية، بعدين بنستخدم موية الأطرون. وكالعادة أصلا بنستخدم موية الأطرون مثلا في أطباقنا زي ملاح الملوخية والملاح البامية، لأنه بيخلي البامية بتكون لايقة شوية وخضراء في الطبخ وكده.
لكن اذا ما عندكم العطرون برضو ما ضروري، بس دي الطريقه اللي بنحب انه نستخدم العطرون. فبعد ما نحل العطرون كده بس نشيل من مويه العطرون في حته تانية ونضيفها في اطباقنا. فده المكون برضو من المكونات الاساسيه اللي بنضيفها في مديه الحلبه، لكن اذا ما عندكم برضو ما في مشكله، عادي ممكن نعمل مديه الحلبه بطريقه سهله جدا جدا وتطلع لنا هي هي زي ما بنعرفها. طيب الخطوه الاولى زي ما شايفين هنا عندنا حله فاديه حطيتها في البوتاجاز، بعد كده نضيف للحله السمن البلدي ملعقة ونص من السمن البلدي، يا ملعقتين برضو يا ملعقة كبيرة ما فرقت، لكن أنا هنا عندي ملعقة ونص. وبس في نار هادية، النار ما تكون عالية عشان لو عالية شديد الحلبة بتحرق لينا. بس نسيح السمنة شوية وبعد ما تسيح لينا بعدنا نضيف الحلبة وبس بنخلط باستمرار في الحلبة عشان ما تحرق في نار حادية لفترة بسيطة ما كثيرة، مثلا ممكن زي دقيقة كده. هنا شايفين لون الحلبة خلاص قلب شوية، نخلط بس باستمرار لحد لون الحلبة يقلب لنا، يعني ما يعني ما يكون محروق لكن لونه يكون شوية أغمض. خلاص هنا زي ما شايفين لون الحلبة قلب لبني، بعد ما لون الحلبة قلب لبني كده غامق، بعد كده ننزل في الحلبة بالموية بكوبايتين موية اللي عندنا. بعد ده بنترك الحلبة كده مع الموية يغلوا مع بعض لخلال 25 دقيقة في نار هادية كده، وبعديها بنضيف باقي المكونات. طيب بعد ما تركنا الحلبة والموية يغلوا مع بعض، نحنا بعد ده بنعمل الخطوة الثانية. فالخطوة الثانية هي عندنا هنا 3 كوبايات لبن، وبنضيف لللبن الكاستر والدقيق ولبن البودرة ونخلطهم كلهم مع بعض ونصفيهم. بعد ده بنضيفهم للحلبة والموية. فحسي هنا عندنا الكاستر، بنضيف الكاستر، وعندنا الدقيق نضيف الدقيق، ونضيف لبن البودرة كلهم كده مع بعض ونخلطهم. طيب كده خلاص بعد ما خلطناهم كويس مع بعض، بعدين نصفيهم في كورية تانية ونضيفهم على الحلبة. طيب هنا والمصفى نصفي خلطة الدقيق واللبن، طبعا لما نصفي اللبن كده بنخلص من الكتل حق الدقيق هنا وزي اللبن والكستر برضو، وبعد كده نضيف الخلطة على الحلبة. فزي ما شايفين غلينا الحلبة كويس في الموية، الموية قربت تخلص. يلا بعد ده نضيف خلطة الدقيق واللبن، يلا نخلطهم كويس ونضيف عليهم السكر ونضيف رشة الملح. يلا نخلطهم كده لحد ما اللبن يتقل شوية، وبعدين المديدة تعمل وش كده بنتأكد انه
خلصنا زي ما شايفين اللبن تقل. بعد كده بس نجد المديدة شوية في نار هادية وبنكون خلصنا. طيب زي ما شايفين المديدة بدأت تعمل وش، بعد ده خلاص خلصنا. بس خليت الحلبة استوت شوية كده زيادة، فممكن من ما نتركها يعني تستوي شديد يعني لحد ما مثلا بعد منهم يتكسروا كده، لكن كده خلاص خلصنا زي ما شايفين. فزي ما شفتوا الطريقة سهلة جدا جدا والمكونات بسيطة والطعم رهيب طلعت لنا هي زي ما بنعرفها حتى بدون استخدام العطرون. فان شاء الله حتجربوا الطريقه دي وان شاء الله حتعجبكم. وطبعا اذا الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتشيروا الفيديو مع الاخرين عشان الكل يستفيد. واذا ما مشاركين الف الف مرحب بكم، شاركوا القناه، فعلوا زر الجرس للكل عشان يصلكم كل جديد. ولحد المرات الجايه اشوفكم الف خير، مع السلامه.